طبعا السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ طبعا اليوم المحاضرة مالتنا على الاي اسسمنت، تقديم الاستاذ الدكتورة حكيمة شاكر حسن من جامعة بغداد، كلية تمريض، فرع تمريض البالغين. طبعا احنا مثل ما قلنا لكم انه بداية السيستمات، انه احنا ما نقدر ندخل على الاناتومي، لان الاناتومي اذا دخلنا عليه ياخذ من عندنا وقت وهواية، فاحنا حنكتفي فقط بالصور، لانه اريدكم تعرفون المصطلحات، يعني تعرفون اسماء الاورجن الموجودة بالصور والمصطلحات اللي بيها، لان هاي المصطلحات هي احنا نجيب ذكرها بالاوبجكتيف داتا. يعني هنا لازم المفروض انه تعرفون الكورنيا وين تصير، اللانسنز وين تصير، البيوبل، الايريز، الكونجكتايف، هاي كلها الريتينيال بلاد فازلز، هاي الميكولا الريتينيا السكلير، هاي كلها شباب المفروض هاي انه تعرفوا. فهاي الصورة هي مطلوبة منكم، مطلوبة من عندكم ايضا هذه الصورة اللي هي كروس سكشن، يعني مقطع ارضي للاي اللي يتوضح بها الابتك والريتينيا والسكلارا، هاي ايضا مطلوبة منكم. مطلوبة من عندكم طبعا هذه الصورة اللي هي على الاي، اللي بيها الايليد والايليش والايرس والكورنيا، هذول شباب ايضا هاي الصوره مطلوبه من عندكم. مطلوبه من عندكم ايضا الليجرمال سيستم، اللي هنا يعني لازم انتم تعرفون الليجرمال جلاند وين تصير، الليجرمال ساك وين تصير، نوزو الليجرمال ده كفاية شباب، هذا ايضا مطلوب منكم. مطلوبة من عندكم هاي الصورة اللي توضح النوت مات الاي اكسترنال اي، اللي يوضح الاكسترنال اي يعني الابر لدو البيوبو والسيكلارا والايريز والكونجكتايفا واللور لبس. طبعا هذين كل المصطلحات احنا حنستعملها حنذكرها بالوبجكتيف ديتا. ف المطلوب انه مطلوب من عندكم هذه الصوره شباب. احنا مثل ما قلنا لكم انه بالهيلث اسسمنت يضمن سبجكتيف داتا ويضمن الاوبجكتيف داتا. احنا طبعا بالسبجكتيف داتا انه النقاط الرئيسيه اللي بي احنا نجمع المريض، نجمع المعلومات من المريض فروم ذا، يعني من حلق المريض، فروم ذا own word يعني of the patients، يعني من كلمات المريض. فتضمن هاي الشباب انه شنو يضمن الكرنت سيمتوم، يضمن باس ميديكال هيستوري، باس سيرجيكال هيستوري، الفاميلي هيستوري، لايف ستايل. شباب بما انه احنا مالتنا اليوم الاسسمنت مالتنا هو على اي، فشوفون كل اسئلتنا فيما يتعلق بالاي، يعني ما يروح لغير السيستم. فهنا بالاي نسال المريض انه بالكرنت سيمتوم ديسكرايب اني ريزن تشينج ان يور فيجن، يعني اوصف لنا اي تغيرات اللي صارت عندك بالرؤيه. ليش نسأل هذا السؤال؟ لأنه sudden change in vision are associated with acute problem such as head trauma or increase in intracranial pressure. يعني هسه شو تسوون شباب؟ تخلون هناني على sudden change، تخلون إشارة ها، وهاي تربطوها وين؟ تربطوها بالهي تروما، تربطوها يمن يصير زيادة بالضغط القحفي، انجريز انتركراينال بريشر. نسأل المريض do you experience blind spot، يعني انه هل المريض يشوف بس بقع حول الاشياء. شباب هذا مصطلح
مصطلح ان السكوتوما هذا مصطلح مهم، تخلون إشارة عليه شنو معنى معناها is blunt spot يعني بس بقع عمياء that is surrounded by other normal or slightly diminished peripheral vision يعني إنه شنو بقع عمياء محاطة برؤية محيطية طبيعية أو أو متضائلة قليلا. هذا شباب هذا مصطلح مهم، هاي مصطلح تخلون إشارة عليه وشنو معناها is blunt spot that is surrounded by other normal or slightly dimensional peripheral vision. نسأل المريض do you see halos or ring around light يعني هو يشوف بس حلقات حول الشيء حول او بس حلقه يعني حول الضوء. فهنا باعوا سينج هيلوز اراوند ذا لايت از اسوشيتد وذ نارو انجل جلوكوما. طبعا هنا ترتبط رؤية الهالات حول الأضواء بالزرق أو ضيق الزاوية. طبعا الجلوكوما هي داء الزرقاء أو ضيق الزاوية، يعني هاي شباب هاي تخلون إشارة عليها سينج هيلوز، هاي تخلون إشارة على الهيلوز، وهاي وين تربطوها بالجلوكوما. زين نسأل المريض do you trouble seeing at the night blindness associated with optic atrophy glaucoma or vitamin A deficiency يعني العمى الليلي يكون مرتبط أما بضمور بالعصب البصري أو بداء الزرقاء أو بنقص فيتامين A deficiency. نسأل المريض do you experience double vision اللي هي بين قوسين هاي double vision ديبوليا. شباب هاي ديبوليا تخلوها إشارة، هنا عندنا double vision وهنا ديبوليا. هاي شنو انديكيت شباب هذا مصطلح ديبوليا، هاي دبل فيجن ديبوليا شو معناته دبل فيجن لازم تعرفون. هاي انديكيت شنو زياده انجريز بالانتر كراينال برجر وديو تو انجري اور تروما يعني هاي بلوبيا هاي تنتج من نتيجة انه زيادة اما بالضغط القحفي او من نتيجة زيادة الضغط القحفي يجي من نتيجة انه اما الانجري او تيومر. نسأل المريض do you have any eye بين ديسكرب يعني إذا كان إنه هو يعاني من آلام بعيونه أصفيان يمكن هيكون البيرينج أور إيتشينج بين is usually associated with allergy or superficial irritation يمكن دورات واحد عيني تقوم تحرقه أو يصير حكة بيها من نتيجة أما الالرجي أو بس irritation يعني superficial irritation يعني شون واحد مثلا يقوم غبار بالجو ويطلع بيه فشنو يصير irritation بعينه فصير نتيجة لهذا حرقة أو تدمع بالعين حرقة أو حكة بالعين. نسأل المريض do you have any redness or swelling in your eye ليش نسأل هذا لأن this could be maybe related an inflammatory response caused by allergy foreign body or bacteria or viral infection.
يعني هسه انتو شو تربطون الانف الميتاري هاي الكوزز مالته؟ قد يكون الانف الميتاري هاي الكوزز مالته قد يكون هذا الاليرجي، تخلون اشارة فورم بودي، او قد يكون بكتيريا، او قد يكون فيرال انفكشن. نسال المريض do you experiencing excessive watering tearing of the eye. زين ليش نسال هذا السؤال؟ لان الاكسسيف تيرينج ابي فوريا is caused by exposure to irritant or obstruction of the lagrimal apparatus. الاكسس يعني التدمع له هوايه اللي هو الاكسس تيرنينج اللي هو التدمع له هوايه اللي هو المصطلح ما تعدنا ابي فوريا. شباب هذا مصطلح مهم ابي فوريا، هاي تخلون شنو معناته؟ معناته اكسس تيرنينج هذا شنو الكوزز مالته؟ من واحد يتعرض الى مواد مخدشه او قد يصير دورات الدمع عينه هوايه من نتيجه اكو انسداد بالجهاز الدمعي. نسال المريض do you have any eye discharge؟ إذا كانت أكو جراحة بعينه يمكن قد يكون discharge other than tears. إذا كان يعني إذا كانت إفرازات غير الدموع تشير إلى أنه أكو سبب مالته، قد يكون بكتيريال بعينه أو أكو viral infection. ها كل هالشباب كانت أسئلتني فيما يخص الكرنت سيبتوم، هسه أسئلتني فيما يخص الباس هيستوري. نسأل have you had problem with your eye or vision؟ يعني أنت عندك مشكلة ويا الفيجن بالرؤية أو بالآي بعينك؟ يمكن قد تكون هذه الهيستوري of eye problem provide clues of the current health of the eye، يعني يعطيني إشارة أنه المريض يجوز احتمال يعني هاي المشكلة اللي إجي بها هي مو جديدة وإنما هي كانت قديمة وهسه ترجع له بالجديد. نسأل المريض have you ever had eye surgery؟ إذا كان مسوي عمليات قبل. ليش نسأل؟ لأن السيرجري may alter شباب تغير السيرجري appearance of the eye مظهر العين وتغير بذلك تغير result of examination نتائج الفحص. نسأل هسه المريض على الفاميلي هيستوري is there history of eye problem or vision loss in your family؟ يعني يجوز قد تكون هاي المشكلة مالت الاي familiar tendencies، يعني يجوز اكو بس عوائل شوفه ابوه وامه وجده وخاله وعمه كلهم لابسين مناظر، فهي عندنا فيميليار يعني قد تكون هذه. باللايف ستايل نساله ار يو exposed to condition or substance in the work place or home that may be harm your eye or vision. زين نساله تتعرضت يعني تعرضت الى مواد بالعمل مالتك سواء كان بالبيت او بالشغل مالتك، يمكن قد هاي المواد تغي يعني كانت عندنا نهار مؤذيه لعينك. ليش نسأل هذا السؤال؟ لأنه الإنجري أور ديزيز ماي بي ريليتد تو إكسبوجر، قد يكون دورات يعني واحد مثلا إذا مات العين قد يكون من نتيجة أنه واحد متعرض إلى المواد مخدشة سواء كان بالشغل أو إذا كان بالبيت. نسأل المريض do you wear sunny glasses during exposure to the sun؟ إذا يلبس glasses يعني مناظر يمن يتعرض إلى الشمس. ليش نسأل هذا؟ لأنه exposure to ultraviolet
فولي ريديتر بوت ذا كلاينت ات ذا ريسك ديفلوب كاترينج. كاتريك اللي هي الاوبستي اوف ذا لانسز اوف ذا اي. شباب هاي عندنا ليش نسال؟ لانه التعرض للشمس مده طويله يمكن انه يخلي المريض انه ريسكي للاصابه بالكاتريك اللي هي طبعا اللي احنا نسميها بالعربي، احنا عندنا بالعراق نسميها دا نسميها بالله السود نسميها هاي كاتاراك، نسميها بالعربي نسميها المي الأسود. المي الأسود اللي هي شي صير صير يعني صير obstacles of the lenses of the eyes، يعني الصير معتمة العدسة مالت العين. نسأل المريض has your vision loss affected your ability to care for yourself؟ يعني هذا فقدانك انت للرؤية أثرت على العناية بنفسك؟ ليش ليش نسأل هذا؟ لأن الفيجن بروبلم ما يبي انترفير with the client ability to perform usual activity of daily living. يمكن قد تكون هذه المشكلة مالت الرؤية طبعا تأثر على may be affected for the ability to perform، يمكن انه تأثر وما يقدر انه المريض يسوي فعالياته الحيوية. شباب بس احنا وصلنا للأوبجكتيف داتا. بالأوبجكتيف داتا اول شيء احنا حنسوي ان تكنيك الانسبكشن. بالانسبكشن حنسوي انسبك ذا ايليد يعني جفن العين عن الايلاش اللي هي الرموش مالت العين، ونسوي البوزيشن او بالبلا فيشر اللي هو الشق الجفني. شباب ذا المفروض الشيء الطبيعي هو اللي بعيونكم انه الابر ايليد مارجن should be between the upper margin of the iris، يعني هاي حال الحافه العليا للجفن العلو الحافه ما تجفن العلو وين يصير؟ يصير بين الحافه الابر مارجن اوف ذا ايرس القزحيه وبين الابر مارجن اوف ذا بيوبل اللي هو البؤبؤ. زين شباب الشيء الطبيعي الغير الطبيعي هاي اللي يهمنا احنا، هذا المصطلح اللي هو البيتوسز. شباب هذا مصطلح مهم، هذا مصطلح مهم. هذا شنو معناته؟ معناته يصير دروبينج اوف ذا ابر اي ليد مي بي كوايلو موتو نيرف دامج. طبعا هذا باعوا يصير مثل هاي العين يصير دروبينج يصير سقوط بالجفن العلوي، وهاي وقد يكون هذا التدلي بالجفن العلوي يصير تدلي بالجفن العلوي باعوا مثل هذا، وقد يكون سببه هو تلف بالعصب الحركي. زين شباب انه الشيء الغير الطبيعي ايضا هو من يصير عندنا ريتروجريد ليد مارجن الو فور فيو اوف سكليرا وين ذا اي ار اوبن سجستد هايبر ثايرويدسمز. يعني هنا عندنا يصير ريتروجريد يعني يصير التقلص او انكماش بالحافة جفن، فهذا شنو انه يسمح مش ايش حيصير؟ حيصير انه العين تبقى مفتوحة يمن يصير عندنا انكماش بالجفن. ها فيوينج اوف ذا سيكلارا يعني تبقى هاي الصلب مفتوح، يمكن انه
تكون العين نشاهد الصلبة يعني السكلارة عندما تكون العين مفتوحة، أو هاي قد تكون الحالة في حالة الهايبرثيرويدسمز. في حالة الهايبرثيرويدسمز شو يصير؟ يصير ريتركتد بالليد مارجن، يعني هسه تخلون إشارة على ريتركتد ليد مارجن. وين يصير؟ يصير في حالة الهايبرثيرويدسمز ريتركتد، هاي يعني يصير انكماش بالجفن، انكماش بالجفن معناته. زين ايش هسه احنا ما زلنا دنباو دنسوي عرفنا دنباوع العين، نسوي انسبكشن للاي. هسه احنا ونسوي احنا ننتبه الى الابر اند لور ليد كلوز ايزلي اند كومبليتلي وين كلوز، يعني هسه اي واحد من عندكم يفتح ويغمض عينه سهوله بسهوله وكلش تقدر انت تغمضها وتفتحها. اند ذا لور اي ليد is upright with no inward or outward turning. يعني الجفن هنا يتم اغلاقه بسهولة وبشكل كامل عند الانغلاق. الإبر الجفن السفلي يكون منتصب بدون انعطاف، يعني للداخل او الخارج يكون منتصب، يعني هنا هذا الجفن السفلي شوفوا يكون منتصب، يعني ما داخل ولا خارج. الاي ليش الرموش تتوزع بالتساوي distribute and curve outward along the lid margin. إذا تشوفون الرموش مالت عينكم متوزعة بالتساوي وتنحني للخارج على طول حافة الجفن، على طول حافة الجفن. شباب هاي انتو كل واحد منكم يباوع نفسه بالأمر هاي، فشوف الايليش مالته تكون متوزعة بالتساوي وتكون على الشكل كيرف وتنحني للخارج وعلى طول حافة الجفن. هاي الشيء الطبيعي مالتكم، الشيء احنا على الشيء الغير الطبيعي اللي يهمنا. يصير عندنا فيلر اوف ليد تو كلوز كومبليت، طبعا احنا هاي الشيء الغير الطبيعي فيلر اوف ليد، يعني هنا انه الليد ما حيقدر ينسد وانما باقي مفتوح. فهذا شنو حيصير الكلاينت هذا المريض؟ حيصير ريسك فور كورنيا دامج، يصير احتمال ريسك فور كورنيا دامج. يعني هاي سبع مثل هذا شون انه هاي او مثل هذا، فهنا الليد ما ينسد وانما يبقى مفتوح. فهاي شنو؟ هاي الكورنيا حتبقى حيكون المريض متعرض انه الكورنيا مالته قد تكون ريسكي فور دامج. شباب الشيء الغير طبيعي هو النيتروبيان اللي هو ان انفيرتد لور ايليد ويتش مي بي كوزز بين اند انجري، يعني يصير هاي يسموه بالعربي الشتر الداخلي. وهذا الشيء يصير انه الجفن السفلي حيصير بي انفيرتد معه هنا يعني ينقلب للداخل ويسبب الالم والانجري الاذيه. طبعا مصطلح اخر اللي هو الاكتروبيان اللي هو يصير inverted باللور ايليد، يعني هنا هذا شيء يسموه بالعربي يسموه الشتر الخارجي، او هذا ينقلب الجفن الى الخارج مثل هذا. هذا شيء يسبب اكسبوجر اند دراينج اوف ذا
كان جان كتافه يعني للملتحمه، يسبب انه اذا بقى شيء يسببها، يسبب انه حصول الجفاف، لان هذا منقلب للخارج فحيسبب جفاف بالملتحمه. زين هسه احنا ما زلنا طبعا بالانسبكشن اوف ذا اي، هسه احنا نشيك الايليد تو كلوز. Note the position of the eyelid and unusual turning, color, swelling, lesion, discharge, observe for redness, swelling, discharge or lesion. يعني نشيك قابلية من قدرة الجفون على الانغلاق، وموضع الجفون نشوفها، ونشوف إذا كان بيها تحول غير طبيعي بالجفون، نشوف إذا من ناحية الكلار، من ناحية مثلا اكو تورم سولينج، من ناحيه اكو بس ليجن بيها ديسشارج جراحه، نشوف ايضا اذا كان اكو اي احمرار بالجفن، اي ديسشارج، اي ليجن. فالمفروض شباب الشيء الطبيعي هو مالتكم، انه السكين اون بوث ايليد از ويذاوت ريدنس سولينج ديسشارج اور ليجن، هاي مالتكم شباب. خلوا المرايه قدامكم وشوفوا الجفن مالتكم، فالجفن مالتكم ما بي اي ريدنس، ما بي اي سولينج، ما بي اي احمرار، ما بي اي تورم، ما بي اي ديسشارج. لكن الشيء الغير الطبيعي اللي هو يهمنا شباب، اكو ريدنس اند كريستينج، هاي تخلون اشاره يعني احمرار ويا تقشر along the lid margin. اذا شفتوها مثل هذه فمعناها شنو عنده؟ عند المريض انفكشن. ايضا شباب من الشغلات الغير الطبيعية يمكن انه نشوف عندنا البلفرايتس، اللي هذا المصطلح، هذا مصطلح ايضا مهم. شنو معنى هذا المصطلح؟ انه ستايفيلا كاكول انفكشن اوف ذا ايليد، يعني اكو التهاب بالايليد وسببها هذا النوع من الجراثيم اللي هي الستايفيلا كاكول سببهم. شباب هسه احنا وصلنا الى الانسبكشن مالت الايبل اللي هو مقلة العين. نشوف طبعا هنا بالانسبكشن باعوا شلون نشوف هاي المقلة مالت العين. المفروض نشوفها من ناحية البوزيشن، من ناحية الادنى الالايمنت اوف ذا اي بال. المفروض انه نشوف، ونشوف ايضا المحاذات مالت الاي بال. المفروض انه الاي بالز ار سيمتريكال، تكون اثنيناتهم متناسقه والايند ان ساكت، يعني موجوده عندنا بالمالته المحجر الجحر، وتكون without protruding يعني ما بارزه الاي بال، ولا صاير بيها سانجنج ولا غارقه لجوا. هاي الشيء الطبيعي، هاي مالتكم شباب. بس انتوا اي واحد منكم يقعد يسوي ذولا الصغار يشوفها هيك، هاي الطبيعية. هسه الغير الطبيعية شباب، في حالة عندنا الاكسوفثالمز، هاي شو يصير؟ يصير بروتروتينج اوف ذا اي بال كومبين باي ريتراكتد ريتراكتد بالايليد مارج. يعني هنا هذا المصطلح شباب مهم، الاكسو افثلومز هذا مصطلح مهم. شنو معناته؟ معناته انه اوبرتروتينج فور ذا اي بال، يعني بروز الاي، يعني بروز كرة العين، بروز كرة العين، ومصحوبة عندنا بتقلصات الجفن، بتقلصات حوافي الجفن. بعد شلون عين هاي تكون بارزة؟
وهنا عندنا هاي الجفن يكون متقلص. فهذا المصطلح شي يسموه، اكس افثالمز. شباب هذا مصطلح مهم، اكس افثالمز هذا مصطلح مهم مهم. وشنو معناته؟ هسه عندنا السانجينج شباب، السانجينج معناته العين، العين الغارقة، قصدي كرة العين الغارقة، يعني مقلة العين الغارقة يسموها يعني سانجينج اي بالز. هاي شو وقت نشوف هذه العين الغارقة نشوفها شو وقت هذه داخلة؟ هاي في حالة السيفير ديهايدريشن، السيفير ديهايدريشن نشوفها شباب مثل هاي، يعني عين تصير مقلة العين تدخل لي جوها في حالة السيفير ديهايدريشن. هو طبعا هاي الحالة هي هاي ما السيفير ديهايدريشن سانجينج اوف ذا ايز، ما داخله يصير لجو. هاي يمن يصير عندكم دول الجهاد يصير عندهم جفاف، عندكم يمن يصير عندهم دايري وعندهم فوميتينج، فشوفوا يصلوا لحد الجفاف، فشوفوا الاي بالز شوفوها صايح، شوف سانجينج يعني غارقه لجوا شوفوها. هاي في حاله تصير يمن تصير في حاله سيفير ديهايدريشن. طبعا هسه احنا وصلنا الى فحص الملتحمه العين، اسبك ذا بالبا كونجكتافا and السكليرة، observe the clarity and texture، يعني نشوف الملتحمة مالت العين والبياض مالت العين من ناحية عندنا الكلاريتي الوضوح ومن ناحية الخشونة texture. المفروض الشيء الطبيعي هو مالتكم هسأتوا جيبوا مراية وخلوها قدامكم وفحصوا عيونكم، تشوفون طبعا البلبة كونجكتافة كونجكتافة يعني الملتحمة هي كلير يعني انه نقية وصير عندنا موست رطبة وصير عندنا سموث ناعمة. فإسا هاي الشيء الطبيعي. الشيء الغير الطبيعي يمن احنا اللي تمنا الشيء الغير الطبيعي اللي هي كونجكتافاتاتز اللي هي عندنا بينج اي، يعني كان جان كتافية الصير ملتهبة generalized redness يصير بيها، يصير dryness. هاي الصير في حالة يمن يصير واحد عنده allergy أو في حالة يعني في حالة الحساسية، أو واحد مثلا تعرض إلى تروما، يعني واحد ضرب على عينه حيل، فشو الصير؟ الصير حمرة، الصير حمرة عندنا الكونجكتافية الصير حمرة. طبعا وصلنا الى انه للانسبكتد ذا بالببرال كونجكتافا. طبعا بالببرال كونجكتافا هذا هو الجفن العلوي، المفروض انه الجفن العلوي البالببرال كونجكتافا يصير فري فروم سولينج اور ليجن. طبعا هو الأبر واللور مالت الملتحمة، يعني الملتحمة اللي هو مالت الجفن العلوي والجفن السفلي المفروض انه الثنين يصيرون ما كلير وما بيهم اي ليجن ما بيهم اي سبونج. هاي اللي عندكم مالتكم، يعني هسه اذا نفحص اي واحد من عندكم يفحص نفحصه، فالمفروض انه الجفن العلوي الباب ببرال كونجكتافا ومالت الابر ليد ومالت يعني الابر بالبلار كونجكتافا واللور بالبلار كونجكتافا، يعني اثنيناتهم يصيرون كري وخالين من الليجن. هذا انتم مالتكم المفروض. زين
هسه احنا اللي يهمنا الغير الطبيعي، يعني احتمال شي نشوف، نشوف عندنا ساينوسيز اللي هي الازرقاق فور ذا لور ايليد، يعني هنا نشوف هذا الازرقاق هنا صاير. هذا شنو؟ اذا شفنا الازرقاق معناته المريض اما عنده هارت او لانج ديس اوردر. هسه احنا وصلنا للجهاز الدمعي، فانسبك ذا لاجرمال ابرايتس. طبعا المفروض باللاجرمال ابرايتس بالجهاز الدمعي ما بي اي سولينج، ما بي اي ريدنس اوفر ذا اريا اوف ذا لاجرمال جلاند، يعني ما نشوف اي شو اسمه ورم، اي احمرار بفوق الغدة الدمعية. لكن الشيء الغير الطبيعي احنا اللي يهمنا هذا، يمن نشوف عندنا سولينج، هات تخلوني اشاره عليها باللجرمال جلاند هنا نخلي شو وقت تصير هاي، وين نشوفه؟ نشوفه اذا صار اكو سولينج باللجرمال جلاند، يعني اذا كانت ملتهبه، فنشوفه وين؟ نشوفه باللاترا اسبكت، بالجانب الجانبي للجفن العلوي، بالجانب الجانبي للجفن العلوي باللاترال اسبكت اوف ذا ابر اي ليد. شباب هسه احنا ما زلنا بالجهاز الدمعي وحنسوي عندنا بالبيت ذا لجرمال ابرايتس تو اسيس فور بلوكج، يعني احنا نسوي البالبيت حتى نشوف اذا كان هذا الجهاز الدمعي بانسداد. شباب البالبيت طبعا بس شوية فكرة عنا نعطيكم، البالبيت يمن نسوي طبعا نطلب من العميل انه ينظر للاسفل ونسوي بالاصبع وبالثام with the thumb، هذا الثام سوي بي بالبيت slide the outer part of the lid up ويصير هذا البالبيت عندنا along the bony orbit، يعني هنا إذا ريد منا نبدي هنا along the bony up أوربت اللي هو العظم المداري. طبعا هنا اذا انت سويت بالبيت بالابهام مالتك على طول، طبعا بابهام على طول الجزء الخارجي من الجفن العلوي وعلى طول مدار هذا العظم، فبالطبيعي انت سوي لك بالبيت فما يطلع اي درينج from the bunk. الشباب بانك شنو هي هذه المنطقة، هاي يصير بيها elevation by small elevation of the noise of the nasal side of the upper and lower lids. طبعا ويصير لونها بينكش كلر. طبعا اذا هاي طبيعي ما تطلع اي جراحه من عنده، لكن اذا واحد عنده انسداد بالقناه الدمعيه with dark blockage شو يصير؟ يصير عندنا درينج يطلع من عنده. فشباب هذا درينج تخلون اوف ذا بانكت، هاي تخلون شو وقت تطلع؟ يمن يصير اكو بلاكتش داكت بلاكتش، يعني يمن اكو انسداد بالقناة الدمعية. هذين اثنيناتهم تخلون اشارة عليها على الدرينج، وش وقت يصير؟ يمن يصير عندنا بالداكت بلاكتش. هسه احنا وصلنا بالانسبكت للقرنية وللعدسة، نشوف شلون نفحصها ذا كورنيا اند لانس. طبعا احنا من نفحصها المفروض انه نسلط ضوء على جانب شان لايت فروم ذا سايت اكروس ذا كورنيا، يعني نسلط الضوء بحيث يعبر الكورنيا. فالشيء الطبيعي شباب اذا احنا هسه نسلط الضوء على
القرنية مالتكم، فش نشوفه؟ نشوفه هي transparent يعني شفافة، no obstacles يعني ما بيها أي عتمة. لكن إحنا الشيء الغير الطبيعي هي اللي تمنع. إيش نشوف؟ نشوف عندنا roughness or dryness of the cornea، يعني نشوف بيها الجفاف بالقرنية، ونشوف الخشونة هذه نشوفها شوكت. خلوني إشارة على roughness والdryness of cornea، هاي وين تصير؟ تصير في حالة اليمن، تصير في حالة انجري يعني صاير بيها، او في حالة الالرجي، في حالة الحساسية كرسمونس لها، قد تصير انه القرنية جافة وخشنة. هسه شباب عيني احنا وصلنا للقزحية الايرس and pupil اللي هي البؤب مالت العين. هسه احنا حنسوي inspect the iris and pupil، حنشوف طبعا الشيب والكلر of the iris. شباب هاي الايرس اللي هي القزحية، هاي عندنا الايرس هي القزحية، والبيوبل عندنا البؤبؤ مالت العين اللي هو هذا باعو، وهذا هاي صورتين، صورة مقطع جانبي وصورة جبتها لكم حتى نذكرها. فش نشوف؟ حنشوف من ناحية عندنا الشيب، ومن ناحية ومن ناحية عندنا السايز، ومن ناحية عندنا الكواليتي، ومن ناحية الكلر هذا البيوبا. فالمفروض شباب انه الايرز شو تصير؟ تصير تيبيكالي راوند، يعني تصير مدورة. اذا تشوفوها الايرز مدورة، ويصير طبعا فلات، تصير هاي عندنا فلات مدورة، وايفني كلر يعني متوزعة الالوان عليها بالتساوي. هاي الشيء الطبيعي، هاي مالتكم. طبعا بعد ما احنا سوينا انسبكشن للايرز والبيوبل، هسه الشغلات اللي هي نورمال اللي نشوفها، ايش حنشوف؟ حنشوف عندنا هاي الارجولار شيب ايرسز، يعني اللي هي الشكل يعني اللي هو الارجولار. احنا المفروض هي ريجولار ايرسز، يعني القزحية تصير ريجولار. بس اللي هنا نشوفه، نشوف القزحية هاي شيء الغير الشيء الغير الطبيعي، من تصير عندنا القزحية غير منتظمة. الشيء ايضا الغير الطبيعي، طبعا هسه الشيء الغير الطبيعي ايضا هذا المصطلح اللي هو الماي درايسز، اللي هو معناته دايليتد بيوبلز، يعني يصير توسع بالبؤبؤ. شباب هذا المصطلح ترى مهم، ويا تربطوه يعني دايليتد بالبيوبل، شو اسمه ماي درايسز. المصطلح الاخر اللي هو ماي يوسز، اللي معناته يصير اكسسيف كونستراكشن اوف ذا بيوبل، يعني يصير تقلص بالبؤبؤ. هذا ايضا مصطلح مهم مايوسز. المصطلح الاخر اللي هو انسكوريا، اللي هو معناته انه البيوبل يصير اوف ان اكول سايز، باعو ان اكول سايز، هاي ايضا مصطلح مهم، عدم تساوي البؤبؤ. شباب يعني هسه وصلنا نسوي تيست للبيوبل، يعني للبؤبؤ، نشوف الرياكشن مالته تو ذا لايت. فش نسوي؟ اول شيء انه يطلب من عندنا انه نوفر داركن روم، يعني غرفه مظلمه، ونخلي المريض نقول له جيس تو ذا ديستنس، يعني يحلق لمكان معين، ونبدي احنا شو نسوي؟ ادفانس ذا لايت ان ذا فروم ذا سايد،
يعني هنا باعوا شلون هسه ادفانس ذا لايت فروم ذا سايد ونشوف ايش يصير رياكشن. فاللي رياكشن اللي حيصير انه البيوبولار يصير بيها كونستراكشن، يصير تقلص بالبؤبؤ. هذا الشيء الطبيعي. هسه نشوف الشيء الغير الطبيعي اللي هو هذا المصطلح المانكلا بلاندنس، اللي معناته كان بي ديتكتد وين ذا لايت دايركتد تو ذا بلاند اي ريزلت ان نو ريسبونس، اللي معناته انه يمكن ان نكشف عن العمل الاحادي عندما لا ينتج ريسبونس الموجه الى العمياء، اي استجابه ماكو. يعني مثلا اذا واحد عمي واحد من اما الرايت او بالليفت اي وسلطنا له ضوء فما حيصير اي ريسبونس لللايت. فهذا عندنا تخلون اشاره على المانوكولر بلاندنس، تخلون اشاره عليها اللي هو شنو يعني؟ يعني انه بلاند اي نو ريسبونس تو ذا لايت، يعني العين العمية انه ما تستجيب الى الضوء. يعني اذا احنا سلطنا عليها ضوء العين العمياء ما يظهر اي استجابة للضوء. هسه احنا عندنا بالتيس تيس اوف اكومديشن، بهذا الفحص نطلب من المريض انه فوكس اون ديستنس اوبجكت، يعني نخلي بس شيء اما قلم او اصبعك بس مكان شويه بعيد عن المريض. بعدين نبدي ذين هاف ذا كلان شيفت ذا جيز اون نير اوبجكت، بعدين نبدي نقربه علما مسافة تقريبا من 5 إلى 7 سنتيمتر، او قسم من تقول من الكتب تقول من 5 إلى 8 سنتيمتر of the nose. فش نشوف؟ نشوف اللي حيصير بالطبيعي حيصير عندنا constriction of the pupil and convergence، يعني يصير تقلص بالبؤبؤ ويصير عندنا تقارب بالايز. مثل هذه يصير تقارب يمن المريض يصير فوكس اون نير اوبجكت، يمن يعني يمن يحلق على شيء قريب من عينه. هذا الشيء الطبيعي. لكن الشيء الطبيعي انه البيوبل دونت كونستراكتد، ما تتقلص وما تتقارب بالعينين، and don't convergence. هذا الشيء الغير الطبيعي. شباب تخلون هنا إشارة على الشيء الطبيعي هو constriction of the pupil and convergence of the pupils when focused near object. هتخلون إشارة عليها وتربطوها باليمني بحلق على near object. بينما الشيء الغير الطبيعي شباب هاي تكتمون انه البيوبل دونت كونستراكتد، ما يصير بيها تقلص وما يصير بيها تقارب بالعينين، هاي بالشيء الغير الطبيعي دونت كونفرجنس. شباب اس احنا وصلنا الى الفيجن تيست، هذا distance visual acuity test. حتى نسوي هذا distance visual acuity test فإحنا هنستخدم عندنا سنين or e chart. شباب حتى نسوي شوية نعطيكم فكرة قبل ما نعطيكم الشغلات مالتي. سنين chart هذا كلكم مسوين هذا الفحص لما دخلتوا للكلية. المفروض انه شنو؟ انه سي تشارت هذا بليس تشارت ان اول ليت سبات اذا اي ليفل، يعني يتخلى في مستوى وعين المريض ويبعد سي تشارت عن المريض بعشرين قدم 20 feet from the patients. طبعا ونقول هاند ذا كلانت ان اوبيك
كارت يعني انه تو شيلد فور وان اي ديورينج ذا تيست، يعني باعوا هنا شلون هذا المريض حامل عندنا كارت غير شفاف ويسد وحده من عيونه اثناء التيست. وبعدين نقول له طبعا اذا كان هذا الكلاينت لابس عدسات مصحه كوركتيف او لانسز فبالامكان انه يبقيها، لكن فقط اذا كان لابس جلاسز ريدنج جلاسز فانه ريموف، يعني اذا كان لابس مناظر ما تقرايه فانه نخليه ينزعها. زين هسه شباب انه وش نقول له؟ نقول له يبدي بقراءة الاحرف السموز ليتر. هسه شباب باعوا طبعا هنا ايش عندنا بالسنين شارت، هنا اللي عندنا هنا هذا الفيت، احنا هنا مالتنا الكتاب مسوي مقسمها طبعا normal distance مالتي according to feet يعني أقدام، في حين إنه بالمستشفيات مالتنا تستعمل الأمتار، فهنا يعني باعوا 20 على 20 اللي هي تعني عندنا 6 على 6 20، يعني هنا هنا احنا قلنا ايش قد نخلي تشارت بعيدة عند المريض هي 20 feet، بالامتار تصير فيما يعادل 6 امتار. الحرف الثاني اللي هو شنو يعني؟ يعني حدة البصر، فيعني انه اللي المريض اللي هو 6 على 6 او 20 على 20 with يعني هاي يعتبر normal distance vision acuity هي شنو؟ 20 على 20 22 OD and OS with or without corrective lens، يعني بالعين اليسرى او بالعين اليمنى. الاودي شنو تعني شباب؟ تعني الاودي اوكليس ديكستر، في حين الاو اس تعني اوكليس سينستر اللي هو الليفت اي. شباب هذين المصطلحات مهمه، هذين المصطلحات مهمه لازم انتم تعرفوها. زين هسه عرفنا النورمال ديستنس فور ذا فيجن اكيوتي اللي هو 22 20. شباب هسه الشيء الغير الطبيعي اللي هي يهمنا احنا، تخلون اشارة على الهاية المايوبيا اللي هو شنو معناته؟ معناته يصير مايا فار فيجن، يعني ضعف الرؤية البعيدة. وهذا يصير when the second number in the test is higher than the first. وهذا عندنا الطبيعي هم اثنين متساويات السكند والفيرست، بس يمن يصير هذا المصطلح اللي هو المايوبيا شو يصير؟ يصير انه second number يصير اعلى higher than the first. The higher يعني كل ما يزداد معناته شنو؟ أكبر بالفيجن. شيء آخر بعض هسه يعني 20 على 40 شنو معنى 40 على شنو هذا تعني؟ طبعا 20 على 40 تعني شنو؟ الأول شنو يعني؟ يعني الرقم الأول الفيرست شنو يعني؟ يعني إنه الفيرست يعني إنه المسافة اللي هي الشارت سيني شارت from the patients اللي هي شنو؟ 20 قدم. أما 40 فتعني حدة البصر. باعوا هنا عندنا 20 على 40 شنو تعني؟ 40 تعني انه هذا الطبيعي انه يقدر يقرا هذه الاحرف على مسافة 40 متر، في حين ان 40 قدم، في حين ان المريض واقف على بعد 20 وقاعد يقرا هذه الاحرف. الأحرف
وكذلك يعني مثلا إذا كتبنا لكم مثلا شنو يعني 20 على 60، إحنا نعطيكم نقولكم مثلا هاي 60 شنو تعني، شنو تعني 60؟ تعني شنو؟ إنه normal persons can be read. قد المسافة هاي الأحرف الليتر المسائل بعد يجلس 60 متر، في حين انه المريض اللي هو المريض شنو يقرأ هذه الاحرف على بعد 20 متر. فهاي شباب هاي اذا انتو هم تقولون يعني اذا نقولكم شنو معنى هذه انه 20 على 120 شنو تعني؟ تعني معناته انه المريض الشخص السليم يقدر يقرأ هذه الاحرف على بعد 120 متر، في حين ان المريض واقف على بعد 20، قصدي انه الشخص السليم يقدر يقرأ هذه الاحرف على بعد 120 قدم، في حين انه المريض واقف على بعد 20 قدم من عندها وقاعد يلا دا يقدر يقرأ هذه الأحرف. هسه شباب وصلنا للفحص مات النير فيجوال اكيوتي تيست، هو هاند هيلد فيجن شارت 14 انش inches from the eyes. شباب هذا نخلي المريض انه يحمل تشارت مكتوب بخط 14 والمسافة يبعد عن النظر عن العين مالته مسافة 14 انج اللي هي فيما يعادل 35 سنتيمتر، ونقيس كل عين على حدة يعني اول مرة نقيس مثلا الليفت بعدين نقيس عندنا الرايت يعني test for each eye separately يعني من زين النورمال شباب انه near visual acuity test is 14 to 14 with or without corrective lenses، يعني انه يقدر هو يقرأ هاي الكتابة المكتوبة بخط 14 عن بعد 14 انج. زين الشيء الغير الطبيعي اللي هنا هو يطلع هذا المصطلح البريسبيوبيا شباب، هذا عندنا المصطلح هو مهم، هذا بريسبيوبيا المصطلح اللي شنو معناته؟ باير نير فيجن يعني اكو بس ضعف بالرؤية القريبة. هسه احنا وصلنا للفيجوال فيلد اللي هو اختبار المجالات البصرية for cross peripheral vision للرؤية المحيطية، اختبار المواجهة كان confrontation. طبعا بهذا الاختبار مات confrontation هو انه الفاحص يحرك اصبعه في المجالات الاربعة اللي هي superior والتمبريال والنويزل والإنفيريال. الشيء الطبيعي انه the incline should be see the examiner finger at the same time the examiner see it، يعني المفروض انه هذا العميل او المريض يشوف اصبع الفاحص نفس الوقت اللي هو يشوفه بيه. فالشيء الغير الطبيعي اللي يهمنا ان delay or absence تخلون اشارة عليها
delay or absence perception of the examiner finger، يعني إذا إنه ما قدر المريض أو العميل إنه يشوف الأصبع مالت الفاحص، هاي شنو الدلالة؟ دلالة إنه على reduce the peripheral vision، دلالة على إنه أكو ضعف بالرؤية المحيطية. طبعا هسه احنا وصلنا الى الكورنيال لايت ريفلكسز تيست تو اسيس البيريال الاينمنت اوف ذا ايز، يعني الى اختبار، وصلنا اختبار انعكاس الضوء القرنيه لتقييم ليش نسوي حتى نقيم المحاذاه المتوازيه للعين. فشون يسوى هذا البروسيجر؟ انه نطلب من المريض انه الدايركت بيرسون سيت رايت اهيد، يعني تصير رسم صوره مستقيمه، وبعدين احنا نحمل الضوء اوف ذا لايت اباوت 30 سنتيمتر اوي. بعدين فاحنا شو نشوف؟ حنشوف عندنا الرفلكشن، فالرفلكشن اللي هو اوف ذا لايت on the cornea يصير on each eye، وهاي indicate يعني إذا صار بكل اثنيناتهم بالعيون بال two eyes صار بنفس الوقت، ف indicate شنو؟ إنه هو barrier alignment، يعني أكو توازن بالمحاذاة. طبعا الشيء اللي هو abnormal يمن يصير عندنا divided alignment، هاي يصير شو وقت؟ يصير يمن يصير due to muscle weakness or paralysis، يعني في حالة من تكون العضلات ضعيفة أو في حالة الشلل يمكن قد يصير divided بالالايمنت، يعني انه ما تتوازى هاي المحاذاة واذا ما يصير بها انحراف. الشباب هسه احنا وصلنا الى التيست مالت الكفر اند انكفر تيست. ليش نسوي هذا التيست؟ حتى تو detected deviation in alignment or strength deviation in eye movement، حتى كشف الانحراف في المحاذاة أو انحراف القوة في حركة العين. هذا شلون نسوي؟ إنه هذا التست شلون نسوي؟ إنه ask the client to start strike ahead، يعني نطلب من العميل ان نطلب من الكلاينت او المريض التحديق بصورة بشكل مستقيم، وبعدين يغطي كفر وان اي with an opaque card، يغطي واحدة من العين مالته وين؟ بالان opaque card، يعني بطاقة معتمة، ولاحظ العين الأخرى اللي هي غير مغطاة، لاحظها من ناحية الحركة. فالمفروض إنه الأنكفر آي should be remain fixed straight ahead and the cover eye should be remain fixed after being uncovered، يعني العين الغير مخطاة تكون تبقى ثابتة في حين انه العين المغطاة بعد كشفها تبقى ثابتة بعد كشفها. طبعا من فحص الكفر and uncover حيطلع لنا شغلات الابنورمال. من الشغلات الابنورمال اللي احنا حنشوفها عندنا استروبسم تروبيا consent misalignment of the eye axis، يعني اختلال مستمر لمحور العين،
ومن الشغلات أيضا النورمال اللي حح نشوفها نشوف عندنا الأستروبيا اللي هي I turn inward باعوا مثل هذا الصير العين I turn to the world مثلها. ومن الشغلات الأخرى أيضا اللي إحنا حنشوفها عندنا الأستروبيا اللي هي I turn outward. شباب هذين المصطلحات مصطلحات ترى كلش مهمة لازم أنتم تعرفوها شنو معنى الأستروبيا والإكستروبيا والستروبزم هذين الشغلات مهمة. طبعا هسه عندنا الفحص البوزيشن تيست. ليش نسوي هذا الفحص؟ انه هو اسيس لاي مسل سترينث واند كراينال نير فاكشن نسويه حتى نسوي تقييم لقوه العضلات وكذلك لوظائف الاعصاب القحفيه. طبعا شلون نسوي هذا الفحص؟ انه بهذا الفحص انه نحكيكم شوي على البروسيجر. اول شيء نقول للكلاينت تو هولد ذا هيد ستدي يعني انه هذا نطلب من العميل انه يمسك الراس بصوره ثابته يخليه. وبعدين هنا انه نقول للعميل انه فلو ذا موفمنت of اما follow the movement اما your finger اما يعني اصبعك انه يتابعه او يتابع القلم مالتك follow for the pen ها. وهذا البين يعني احنا نعمله على بعد 12 انج من المريض من العميل والعميل هو يتابع بعينه الحركة مالت الموفمنت مالت القلم اللي هي حتكون بستة اتجاهات. المفروض الطبيعي ان الاي موفمنت should be smooth and symmetric throughout all six directions يعني انه هذا المريض او العميل انه يقدر يتابع الحركة ها بستة اتجاهات. إذا صار الشيء الغير الطبيعي شنو؟ إنه شيء صار فيلر of the eye to follow movement symmetrical in all direction يعني العميل ما حيقدر يصير فشل بالعين في متابعة الحركة بشكل متماثل في أي الاتجاهات وفيها في كل الاتجاهات وفي يعني هسه تخلون إشارة على الفيلر of the eye to follow movement symmetrical in all direction هاي شنو indicate يعني أكو weakness أما in one or more extraocular muscles يعني أما أكو ضعف بعضلة واحدة أو أكثر من عضلات العين أكو